السوشيال ميديا النهارده، والحديث الاهم والبارز خلال الساعات الاخيره هو دخول صالح جمعه لقائمه الفريق في مباراه المصري. فرص صالح جمعه للمشاركه الاولى في الدوري المصري، فرص هتحدد على حسب رؤيه مستر ريني فايلر، لكن في الحقيقه مجرد تواجد صالح جمعه في قائمه الفريق النهارده هي في حد ذاتها خطوه مهمه جدا لصالح، وفرصه اخرى مهمه قوي قوي لازم يستغلها صالح جمعه. حته ان هو هيشارك في المباراه مش هيشارك، ممكن يبقى موجود حتى اخر 10 دقائق او كلام من ده، ده اللي هنشوفه النهارده خلال مباراه الاهلي والمصري، لكن خطوه ان هو يكون متواجد في القائمه هي مجرد بدايه، ان شاء الله باذن الله مع الوقت يكون متواجد كسواء كاساسي او كبديل. المهم ان هو يكون مؤثر في تشكيل النادي الاهلي، ان هو موهبه كبيره جدا في الحقيقه لازم الاهلي يستفاد منها باذن الله تعالى طالما اللاعب ملتزم. لسه مع صالح جمعه تحديدا حساب اهلي نيوز على انستجرام، واللي قال فرصتك جات لك يا صالح، الناس انتظرتك ودعمتك على مدار 5 سنين بدل المره 100، المره دي الداعم الوحيد ليك هيبقى ادائك في الملعب وتمسكك بالفرصه اللي هتاخدها باذن الله. باذن الله يقدر صالح جمعه ان هو يستغل الفرصه. كجانب فني اللاعب مش محتاج فرصه، فنيا هو عالي قوي، لكن هو لازم يثبت ان هو عايز يسيب بصمه مع النادي الاهلي ويحفر اسمه في تاريخ النادي، ده هيكون من خلال ادائه ومن خلال نتائجه وبطولاته اللي باذن الله يحققها.